ازاي تقدر تخس في 10 خطوات في اليوم؟ في البداية اعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة، ويلا اقول لكم علم التغذية قال لنا ايه. اول حاجة لازم تتناولي لترين من الماء على مدار اليوم. اما ثانيا فانت هتمارس الرياضة نص ساعة في اليوم، ابسط حاجة المشي. اما تالت خطوة ان انت هتبعدي عن اي حاجة فيها مقرمشات. اما رابع خطوة فاحنا هنبتعد عن المشروبات الغازية وكمان السكريات. اما خامس خطوة فاحنا هنتناول الطعام ببطء وبالتالي علشان نحس بالشبع بسرعة. سادس خطوة فاحنا هنهتم بتناول البروتين والألياف، وسابعا هنقلل في نسبة الكربوهيدرات بس مش هنمنحها. نيجي بقى لتامن خطوة ان احنا مش هننام بعد ما ناكل الاكل على طول. وتاسع خطوة ان احنا مش هناكل قدام تلفزيون او حتى الموبايل. وعاشر خطوة والاخيرة ان احنا هنهتم بتناول الدهون الصحية زي اللي موجودة في المكسرات والافوكادو. ابتعد تماما عن الدهون المهدرجة، في الوقت ده هينزل وزنك بكل سهولة. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.